او مثلا اغنيه لقيت الطبطبه. ايوه ده التطور اكيد. أيوة. يعني ايقاع العصر وال بالظبط. مش حاسه ان مفردات الاغنيه الرومانسيه واغنيه الحب اتغيرت؟ مبدئيا طبعا الايقاع بقى اسرع غصب عننا، لان الإيقاع. ايقاعنا ايقاع جسمنا نفسه انا بحس انه بقى اسرع والله. يعني الحياه كلها سريعه جدا، فالطبيعي ان انا يعني لما نيجي نغني دلوقتي بنغني اللي يناسب الناس وحياتهم ومشاكلهم، فطبيعي جدا. وانا شايفه ان يعني لما يكون اغنيه على الايقاع السريع ده بس تتعمل صح وتوصل لقلب الناس، ده ما فيهوش اي مشكله. يعني اغاني المهرجانات تنفع انها تكون اغاني حب؟ يعني ممكن اسمع اغنيه رومانسيه بمهرجانات؟ يعني انا بسمع عن الخيانه والصديق اللي بيخون دايما، في خيانه صديق بيخون صديقه وما اعرفش يعني. هو صح مظبوط، نفسها صعب شويه تركب على اغاني حب. لكن هل في الحب مثلا ممكن يبقى فيه اغنيه مهرجانات حب؟ ايه رايك نعملها احنا بقى؟ ده يبقى الجديد بتاعنا بقى. لا يعني مش عارفه، حاسه ان الستايل بتاع الالحان صعب تتركب على رومانسيه، يعني صعب شويه. طيب خلينا نرجع للاصاله تاني وتجربتك، ويمكن انت عشان بداتي حياتك الفنيه بمسلسل ام كلثوم، هل الدور ده اثر في حياتك؟ يعني الى اي مدى اثر دورك او انك انت تادي شخصيه ام كلثوم في حياتك الفنيه؟ والله اولا انا اتعلمت كتير جدا من المسلسل ومن حياه ام كلثوم، يعني تاريخها. ولما لان انا لما جيت امثل المسلسل طبعا استاذه انعام ادتني مجلد كده كبير جدا وقالت لي اقري على قد ما تقدري عن ام كلثوم عشان لما تيجي تمثليها تبقي حاسه بقد ايه هي عانت وقد ايه طلعت بمجهود رهيب. فانا بقى من الاحداث دي انا اتعلمت كتير جدا. يعني ام كلثوم طلعت بعد مجهود كبير جدا واشتغلت على نفسها كتير جدا، ثقفت نفسها، اتعاملت مع ارقى الناس عشان تكون على المستوى المطلوب منها. عشان كده لما بقت في المكانه والمسؤوليه انها خلاص بقت واجهه مشرفه لمصر قدرت تعمل ده. يعني هي مش مجرد مطربه، هي مطربه انسانه مثقفه وكانت عارفه كويس جدا هي بتعمل ايه. فكلنا بنحاول نتعلم منها طبعا. طب ليه ريهام؟ ويعني بقابل انا الجيل الجديد بيتفرجوا علينا وبيشوفوا السوشيال ميديا، ليه بحس ان الجمهور زمن الفن الجميل، يعني ده انا عايز اقول لك ده بقى زمن الفن الجديد حتى مش بيسمعوهم. يعني ممكن يكون في ناس في مشهورين جدا حاليا مش برضو الشباب مش بيسمعهم، وبرضو اللي قبلهم يعني زي ست ام كلثوم عبد الحليم. ايه التفسير؟ هل الكلام يعني غير مش على هوا الجيل الجديد؟ هل الالحان؟ هل بس؟ والله يا دكتور اقول لك حاجه وتصدقني، يعني احنا في دار الاوبرا عادة جمهور الاوبرا طبعا. لا احنا الجديد في الاوبرا ان احنا بيجي لنا شباب ما كانش بيجي قبل كده. يعني احنا بيجي لنا فئات احنا نفسنا ما بنبقاش مصدقين، يعني في من سن مثلا 13 14 لغايه. كويس كويس. فده ما كناش بنشوفه زمان على فكره، كان دايما المعروف ان اللي بيجي الاوبرا هم الاكبر سنا واللي بيفهموا مزيكا قوي وبيحبوا الطرب وكده. لا دلوقتي في فئه جديده خالص، وبالعكس بيستمتعوا بالاغاني التراثيه والطربيه وكده، وده مؤشر حلو. يعني حتى لو مش كل الناس بتسمع كده بس الفئه دي هتوسع وهتكون هتغطي كويس. فئه كبيره. ده انطباع كويس انك انت تقولي النهارده ان في اقبال على ده، يعني ده كويس قوي في حد ذاته. هو في الوان غنائيه كتير وكل لون بقى ليه مشجعينه. هتسمعينا ايه؟